السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، الحوثي يحذر السعودية، وإلى التفاصيل. حذر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي النظام السعودي بالقول في حال تورط أي نظام مع الأمريكي لخدمة العدو، فمن حق شعبنا أن يتخذ أي إجراء ضروري للرد على ذلك، في إشارة إلى استخدام القوة العسكرية واستهداف العمق السعودي في حال تواطأت الرياض مع كيان الاحتلال. وذكر عبد الملك الحوثي أن الأمريكي يسعى لتوريد السعودية للتصعيد في المجال الاقتصادي بما فيه الإضرار بشعبنا اليمني العزيز، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن محاولة توريد الأمريكي للسعودي في المجال الاقتصادي في كلمة بداية العام الهجري الجديد. ولفت إلى أن الأمريكي دفع النظام السعودي لعرقلة عودة بقية الحجاج اليمنيين إلى صنعاء، مؤكدا أن تعنت السعودي مستمر لمساعي إقناعه بأن يفتح المجال لطائرة يمنية تذهب لنقل بقية الحجاج إلى صنعاء. واعتبر قائد أنصار الله أن السعودي يسيء لنفسه بتعنته في هذه النقطة ويفضح نفسه، ولذلك عواقبه السيئة عليه، في إشارة إلى تعنته بموضوع احتجاز الحجاج اليمنيين. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.